الصحة والأمان عليكم مشاهدينا وين ما تكونون. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج العاشرة صباحا. أرجعنا وياكم حتى نقول لكم رجعنا بحلقة جديدة من برنامج العاشرة صباحا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بموضوعة جديدة وحلقة جديدة من برنامج العاشرة صباحا، بمواضيعنا المتعددة، بمواضيعنا المتنوعة أكيد. لكن احنا دائما تشاهدنا أحداث ربما تحزننا، فبداية قبل ما نبدأ بهذه الحلقة وموضوعات هذه الحلقة نعزي أكيد أهلنا وناسنا في البصرة، الشهداء اللي سقطوا يوم أمس بهذا الانفجار، أكيد الرحمة والخلود. هذا ديدا العراق أنه يفقد هذه الزهور يوما بعد يوم بسبب الأشياء الخاطئة أو السياسات الخاطئة التي تحدث في العراق. فنفقد احنا اليوم شبابنا وأبنائنا وإخواننا وحتى أطفالنا اليوم بهذه الأحداث. أكيد الخزي والعار لكل من كان سببا في تلك الانفجارات التي ذهبت فيها أرواح المواطنين الأبرياء الذين كان حلمهم فقط أن يعيشون في بلد هانئ كريم ويعيشون بكرامة وأحرار. فصبر والسلوان للعراق كل، احنا من يستشهد واحد العراق كله يحزن. فالصبر والسلوان أولا لأهله وذوي الشهداء وكذلك للعراق جميعا بهؤلاء الشهداء. سيصعدون إلى السماء، يعرجون إلى السماء شاكين إلى الله هذا الحال، وببركتهم وبركة شهادتهم أنهم يزيلون هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآل محمد. نعود إلى خضم هذه الحلقة. اليوم حلقتنا حول الآثار العراقية، بئر لا ينضب. أكيد لم يكن حلم جلجامش لوحده، بل كان حلم العراقيين جميعا بعودة لوح حلم جلجامش إلى العراق لأحضان العراقي، لمهد الحضارات. أكيد برفقة الكثير من القطع الأثرية التي كانت مهربة، عددها ما يقارب 1700 قطعة أثرية عادت إلى العراق في ظل وجود اكتشاف الجزء من القصر الملكي في ذي قار، وكذلك الإصلاحات التي كانت في طوق كسرى. هذه المبادرات التراثية الأثرية تنعش العراق اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا وكذلك حتى كذلك ثقافيا. إذن اليوم عندنا جولاتنا متعددة. اليوم عندنا جولة راح نروح في بداية، بعدها راح نروح تقرير عن طوق كسرى، بعدها راح نروح إلى ضيف رئيسي، بعدها إلى جولات على الغزي وفقرة جلجامش وياي عايش. إذن خلي نروح أول جولاتنا راح نكون إلى فاصل ونرجع، خليكم ويانا. هذه هي أهوارنا وهذه هي أرضنا وهذه هي عراقنا وهذه هي الأرض التي عشنا عليها وسنكبر عليها ونتركها وندفن تحت هذه الأرض المباركة، أرض العراق، مهد الحضارات، هذا العراق الذي علم الإنسان كيف يقرأ وكيف يكتب، هذا العراق الذي احتضن رافدين اثنين حتى يكون بئرا للحضارات وبئرا للخيرات.
فهنيئا لكل عراقي وهو يعتز بوطنيته، يعتز بعراقيته في ظل الكثير ممن استغنوا عنه وفضلوا الجنسيات الأخرى على الجنسية العراقية. تبقى العراق وطنا لنا وملجأ إلينا. هذه هي الأهوار، هي جزء من هذا التراث، جزء من حضارتنا. أكيد راح نكمل بفقراتنا، فقراتنا اللي تعني بالتراث والحضار. شاهدنا جميل أنه نشاهد بالآونة الأخيرة هنالك إصلاحات، هنالك اهتمام بالحضارة وكذلك التراث، هنالك إصلاحات لطوق كسرى، وهذه الإصلاحات أكيد راح تكون دقيقة جدا، لأن من أكثر الأشياء الهندسية الدقيقة هي إعادة النظر وإعادة تأهيل المناطق الحضارية اللي تلزم وتوجب على كل من يقوم بالإصلاحات أن يهتم لأسس هذه المناطق التراثية، وكذلك الإنهاءات والبناء وكيفية البناء حتى لا يغير بملامح الحضارية. إذن اعتدنا أنه نطلع تقارير عن هذه الأشياء وعن هذه الإصلاحات، وتكون كاميرا الفرات هي مرافقة لهذه المبادرات الحضارية. إذن تقرير خاص عن إصلاحات تجري على طوق كسرى، هذا التقرير راح نشاهده سوية ونرجع، خليكم يعني. تعرضه لسلسلة انهيارات لأسباب منها مناخية وأخرى تتعلق بالإهمال، يبدأ العمل في المرحلة الأولى من صيانة إيوان قصر كسرى في المدائن. هذا الإرث الحضاري الذي يتجاوز عمره 1500 عام عانى من الإهمال والتخريب منذ سنوات، مما استدعى الحاجة الملحة لإجراء الصيانة والتثبيت. المهمة هذه تكفلت بها مؤسسة ألف الدولية لحماية التراث في مناطق النزاع بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة من الخبراء للوقوف على المرحلة الأولى والمتمثلة بنصب القوالب. بدأنا الآن فعليا بالمرحلة الأولى، وترون وراءنا الطاق ومن فيه من منظمة ألف من الخبراء ومن عامليهم، وبدأنا بنصب هذه السكلة أولا لتدعيم هذا القوس، ومن ثم هناك دراسات أجريت على المنطقة وعلى التربة التي هي غزيرة بالمياه حقيقة، ولذلك يتعرض الطاق أحيانا إلى أضرار بسبب ذلك. ونالت الصراعات والإرهاب وعوامل الزمن من أغلب المناطق التراثية والأثرية في العراق التي عانت الإهمال وهجرها الناس لعدم توفر الخدمات فيها وتعرضها للتخريب. وتسعى منظمة ألف التي يشترك في تمويلها عدد كبير من الدول لصيانة وترميم هذا المعلم الأثري المهم، فضلا عن تأكيدات وزارة الثقافة على تهيئته ليكون وجهة سياحية في المستقبل القريب بعد انتهاء أعمال الصيانة. هدف الصيانة ما هو هدف الصيانة؟ الحفاظ على الإرث الحضاري هذا، وأيضا جذب السياح. السياح تشوفهم دا يتقاطرون على هذا المكان لرؤيته. هذا مهم جدا بالنسبة للمنطقة. احنا للمنطقة عندنا نظرة شاسعة وواسعة لها، كما ترون في الجانب الآخر هناك أيضا ما يطلق عليه البانوراما. احنا هناك فكرة لتأهيله لكي يكون متحف تابع للطاق، فهذا أكيد طبعا مهمة جدا هالمنطقة، وإن شاء الله سيكون تأهيلها بشكل كبير وواسع. خلال سنوات ماضية أجريت عمليات صيانة وتأهيل لطاق كسرى إلى أنها سرعان ما انهارت، وكانت سببا لزيادة التشققات في الجدران المحيطة، فيما شابت بعض أعمال الصيانة شبهات فساد بأموال خصصت لكن دون تنفيذ أو إجراء الصيانة بمستويات غير كفوءة. ويحتوي العراق على الآلاف من المواقع الأثرية المهمة التي ترتبط بتاريخه القديم والحديث، والتي تعاني من الإهمال والاندثار والتخريب، فضلا عن أن المواقع المحيطة بها ليست مواقع لجذب سياحي، وهي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والرعاية وإعادة الحياة إليها. من داخل إيوان كسرى في المدائن، صباح حكيم الفرات. شكرا صباح حكيم على هذا التقرير الجميل، فخرا بتراثنا وحضارتنا. أكيد الحديث أكثر عن هذه المبادرات الأخيرة التي حدثت في طوق كسرى والإصلاحات، وكذلك عن التراث والحضارة بشكل عام، ينضم لنا الدكتور أحمد العلياوي، متحدث باسم الرسمي باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وكذلك مدير عام دار المخطوطات العراقية. صباح الخير.
صباح النور، اهلا وسهلا. نتشرف بوجودك ويانا. شكرا جزيلا، شكرا لك وللفرات. حياك الله. كذلك شاعر، نسيت انا اكتب منه. الله يسلمك. شاعر صباح الخير ويا ربي التوفيق. واكيد احنا اليوم حلقتنا الاثار العراقيه بئر لا ينضب، وكل يوم احنا نشوف هذه المبادرات خصوصا في الاونه الاخيره. حدثنا ما اهميه وجود هذه المبادرات كإصلاح أو اكتشاف بشكل عام أو تنقيب عن آثار وتراث. هل هي غريبة أنه اليوم نكتشف بمناطقنا ومحافظاتنا العراقية أماكن حضارية، وما هي فائدتها اليوم المجتمعية والسياحية والآثارية والاقتصادية؟ شكرا جزيلا. عموما الأسئلة هذه كثيرة يعني اللي تفضلت بها. بلا شك موضوع الآثار في العراق هو الموضوع تقريبا، لا أجد نفسي مبالغا إذا قلت أنه الموضوع الأول عالميا. ومعروف أن العراق اليوم يحتل المركز الأول في موضوع الآثار وتفاصيل الآثار، باعتبار أن هذه المنطقة هي المنطقة الآثارية الحضارية قديما. نحن نتحدث عن 7000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح. هناك سلالات من الحضارات الإنسانية قامت في هذه المنطقة، وهناك نصوص أدبية كتبت على وجه التاريخ هنا، يعني لوح قلقامش الذي نتحدث عنه وتم تسليمه أمس من وزارة الخارجية إلى وزارة الثقافة. هذا اللوح هو أقدم نص أدبي كتب في تاريخ البشرية، عثر عليه هنا في هذه الأرض. فكما يقول محمود درويش، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. في هذه الأرض اليوم هناك حقيقة مجموعة من الفعاليات الآثارية في مستوى التحريات والتنقيبات من بعد انقطاع دام لعقود. تعود البعثات الأجنبية الإيطالية الفرنسية الألمانية لتنقب في الأرض العراقية مرة أخرى. اليوم البعثات موجودة في الناصرية ووجدت مجموعة من المناطق الآثارية المهمة جدا حتى على مستوى القصور، وأخبار منتشرة في صفحات الوزارة. وهذا الموضوع، موضوع وجود البعثات الأجنبية وعملها مع كوادرنا في الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة للوزارة، هو دليل معافاة على الملف الثقافي وتحديدا الملف الآثاري في العراق. تعرف أن البعثات الأجنبية لا تصل إلى بلد يخلو من أمان أو من استقرار أو حتى من ثقافة. بالضبط. فهناك جهود مستمرة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار للتواصل مع الجامعات، مع البعثات الدولية حول هذا الموضوع، موضوع التنقيب والوصول إلى الآثار العراقية وإلى الاكتشافات، إلى هذه التفاصيل. مثل ما تفضلت قبل قليل في السؤال، قد يسأل سائل يعني ما قيمة كل هذا؟ قيمته أن هذا البلد هو بلد يعني ممتد في عمق التاريخ، فيه الكثير من التفاصيل الثقافية والممتلكات الثقافية، اليوم تسمى بوصفها ممتلكات ثقافية. ما نسبته تقريبا من 2-4% هو المكتشف فقط من الآثار العراقية. طبعا هذا الرقم 2%؟ بالضبط. كل ما نشاهده اليوم في العراق أو في خارج العراق من الآثار العراقية الموجودة في المتاحف الدولية أو المهربة اللي موجودة هنا وهناك، هذا لا يعدو نسبته من 2-4%. هناك أكثر من 96%-97%، هذا مخبأ في باطن هذه الأرض. هناك ممالك، هناك دول، هناك إمبراطوريات. لما نتكلم عن الحضارة السومرية والآشورية، نحن نتحدث عن إمبراطورية، لا نتحدث عن دول صغيرة يعني دويلة أو دولة صغيرة، لا. إمبراطورية شاسعة واسعة، لها فنونها، عمارتها، أشعارها، أدباؤها، صناعاتها. فقصدي اليوم نتحدث عن هذا النوع الذي يمثل للإنسان العراقي أولا قيمة وطنية، أنه ابن هذه الأرض ولديه هذه الممتلكات الثقافية، وهي ممتلكات وطنية لا تعود لجهة ولا تعود لوزارة ولا تعود لشخص. هذه ممتلكات البلد، ممتلكات العراق، الهوية العراقية، وهذا موضوع مهم جدا. من جهة أخرى، الوجود مثل هذه التفاصيل الآثارية اليوم يجعل العراق في صدارة البلدان ثقافيا، من ناحية أن الآثار هي التي تدل على أهمية البلد من هذا الجانب، من جانب الآثار وقدمه وحضارة. ثم تجد مثل ما ذكرت لكم قبل قليل أن البعثات الأجنبية، الجامعات، الدول ذات العلاقة، المنظمات، اليونسكو، منظمة ألف اليوم اللي وقفت إلى جانب العراق في موضوع طاق كسرى، كل هذه الجهات تعتني
بالجانب الثقافي في مجال الآثار بالعراق، وهذا هو باب لجذب الاستثمارات. جيد. وهذا الموضوع المهم اللي نتكلم عنه إن شاء الله. جيد. أستاذ أحمد، اليوم أعود إلى طوق كسرى. نعم. كيف جاءت الفكرة؟ طاق يعني هو طاق. طاق كسرى. نعم. كيف جاءت الفكرة؟ لمن سلم المهام؟ لأي شركة؟ شركة محلية أم أجنبية؟ تكلفة المشروع؟ المدة الزمنية؟ وما هي يعني التغيرات اللي راح نشاهدها؟ هل هي فقط إصلاحات غير ملحوظة؟ فقط إصلاحات بالجدران مثل ما ذكرنا، التشققات الموجودة؟ ما هي مدة المشروع؟ وما هي التغيرات التي ستحدث على هذا الطاق؟ نعم. طاق كسرى هو واحد من عشرات المواقع في العراق التي تحتاج إلى ترميم، إلى صيانة. والواقع أن يعني اليوم لعل أقدم منارة عندنا اليوم في العراق أيضا هي الآن تحت الصيانة والترميم. يعني نتحدث عن مباني عمرها أكثر من 1200 عام. طاق كسرى أقدم من هذا التاريخ. فهذا يعني الموقع الذي يعني يتصدر الاهتمام الدولي تعرض لمشاكل على مستوى البناء. تعرفون أن الطاق مبني من دون أعمدة، هذا شكله المقوس من دون أعمدة، ومع وجود العوامل الجوية، الظروف الجوية، القدم تعرض لأضرار، ولا سيما بفعل المنطقة كانت أيضا تتعرض للسيول، معروفة منطقة المدائن في يعني بالقريب من العاصمة بغداد لمن لا يعرف هذه المنطقة. فالجانب الجوي، جانب القدم، كله أدى إلى أن يتضرر البناء الموجود أكثرها طينية. بالضبط. أدى إلى أن يتضرر هذا البناء، وهو بناء شامخ يعني من العجائب حقيقة. فمنذ 10 أشهر نحن نتحدث مع المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، لأن عملية تأهيل وصيانة هذا الموقع يعني لا تؤديها شركة من الشركات الموجودة اليوم عندنا المحلية. بالضبط، المحلية وحتى الشركات الأجنبية. يعني لابد من وجود فريق متخصص في تأهيل وترميم هذه المباني. جيد. هذه مباني من هذا النوع، مباني حساسة جدا. فصار تنسيق مع منظمة ألف، هذه المنظمة الدولية اللي هي منظمة حماية التراث في الدول التي تسمى بالدول اللي فيها نزاع، فيها مشاكل. المنظمة حقيقة منذ 10 أشهر نحن نتواصل في الوزارة معهم، ولديهم مجموعة من المعايير في اختيار أي موقع لأغراض التأهيل. فوقع الاختيار على هذا الموقع من بعد ترتيب الملف وعرضه على المنظمة. فخصصت المنظمة مبلغ $700,000، وهذا المبلغ هي التي تشرف على صرفه وعلى تنفيذ المشروع. يعني نحن كوزارة إنما نحن جهة فنية. صح. نتابع، نراقب، نشارك على المستوى بعض الأعمال، من ناحية أن لدينا أيضا خبراء ومتخصصين ومهندسين وكوادر آثارية تحضر في الموقع، تشارك، تراقب، وتقدم المساعدة. ولكن في الأصل هناك مجموعة من الخبراء حضروا وقيموا المشروع وسجلوا ملاحظهم، حتى أن السقالة، نسميها في العربية السقالة، اللي هي بالعامية العراقية السكلة اللي يصعد عليها العمال، هذه السقالة صممت في تركيا. بالضبط، صممت خصيصا وجاءت من تركيا ونصبت قبل مدة، وحضر السيد الوزير ورئيس الهيئة إلى الموقع، وانطلق العمل الحمد لله قبل تقريبا الآن 3 أسبوعين تحديدا. انطلق العمل وبدأ الشغل على الموقع. هذا علامة مهمة كما ذكرت قبل قليل في موضوع صيانة المواقع الأثرية. المدة الزمنية، أكو مدة محددة لتسليم المشروع؟ حقيقة هذا يعني يعود إلى المنظمة نفسها وطريقتها ودقتها. هم أخذوا تقريبا 4 أشهر حتى لتشخيص تفاصيل الأضرار وكيفية ترميمها وصيانتها، وانتظرنا مدة حتى نحضر السكلة وتجينا من تركيا. فقصدي هذه التفاصيل وشغل تحتاج دائم، يعني موجود مقفد انقطاع معين. نعم. نعم. وتكلفة المشروع هو $700,000. هذا طبعا قدمته هي المنظمة وهي المسؤولة عن صرفها. نعم. أعود إلى ذكرت في بداية أنه 2% إحنا بالعراق مكتشفين آثارنا. هذه البعثات اللي إجت إلى العراق من البعثات الأجنبية، وين وصلت الآن؟ شو المشاريع المستقبلية الآن هسه اليوم البارحة؟ شنو وين موجودة الآن؟ شنو وجهتها الأخرى اللي راح بعد القصر الملكي اللي اكتشفنا فيه ذي قار؟
يعني هي هذه الأعمال التنقيبية، إحنا عندنا دائرة متخصصة تسمى بدائرة التحريات والتنقيبات. هذه الدائرة هي تابعة للهيئة العامة للآثار والتراث، ودائرة قديمة وتعمل في هذا المجال. هذه الدائرة لديها هذه الاتصالات مع البعثات الأجنبية، والبعثات كما ذكرت قبل قليل موجودة اليوم تعمل في مجموعة من المواقع، من ضمنها في الناصرية، من ضمنها في شمال مناطق بغداد، في جهة ديالة. حقيقة يعني ذكرت قبل قليل أنه إحنا من بالغ إذا قلنا أن الأرض العراقية كلها أرض أثرية. نعم هناك بعض المناطق فيها يعني كثافة للجانب الآثاري وقرب للموقع الآثاري من سطح الأرض، بحيث أنك مجرد أنه يزيلون بعض التفاصيل صح. من المنطقة تظهر عندهم معالم كذي قار مثلا دكتور؟ بالضبط، ذي قار واضحة فيها المعالم الآثارية، ما هي كانت يعني عاصمة الإمبراطورية صح. مثل ما الموصل، موصل أيضا كانت عاصمة. فهذه المناطق الآن تشوف أن من السهل جدا الوصول إلى الآثار. البعثات عادة، يعني هذه معلومة مفيدة، البعثات عادة تعمل وتأخذ وقت في العمل، يعني تأخذ سنين. موضوع التنقيب ليس موضوعا سهلا، يعني مو أننا نروح على حاجة نلقاها ونطلعها نقول تفضل بالفرشن وخرنج، لا لا لا، الموضوع يحتاج إلى وقت وإلى تأني وإلى عناية. مثل ما ذكرت أنت في هذه الصورة أنه تلاحظ شلون يتعاملون ويا القطعة الآثارية والقطعة البسيطة من الطين، أن ينفض عنها التراب بطريقة يعني حساسة شفافة جداً. وحساسة، يعني أنت تتعامل ويا قطعة عمرها 4000 سنة مثلا، 3500 سنة. لو حق القامش اليوم هذا اللي هو حلم العودة صح. يسمى هو أني راح يعني 3500 عام لوح من هذا النوع، كيف تتعامل مع هذا اللوح، مع اللوح أو مع غيره من المواقع. لهذا أقول هذه العبارة مهمة أن لدى الأعزاء الخبراء في مجال التنقيبات يعني مقولة مشهورة يقولون دائما أننا مع بقاء الآثار في داخل الأرض لا نريد لها أن يعني تكتشف إن لم تكن الطريقة طريقة خوفا من التلف. بالضبط، من التلف، أو حتى أنه ما الفائدة من إظهارها إلى المتاحف. فهم حريصين جدا عليها بحيث يفضلون أن تبقى في الأرض من أن تخرج، ندري بها أنك موجودة. دكتور أحمد خلي نشاهد تقرير عن نعم. لوحة قلقامش ونرجع حتى نتكلم أكيد عنه. أكيد خليكم يلا. سنوات طويلة مرت على تهريبه خارج العراق، أخيرا يعود لوح حلم قلقامش الطيني إلى أحضان البلد. هذا اللوح الذي يتجاوز عمره 3500 عام يعتبر من أهم وأقدم الأعمال الأدبية على مر تاريخ البشرية، حيث تتضمن النقوش المخطوطة عليه باللغة المسمارية أجزاء من ملحمة قلقامش التي تروي مغامرة أحد الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود. وتم سرقة هذه القطعة الأثرية سنة 91 و900 وألف، وتهريبها خارج البلد والتداول به في المزادات العالمية إلى عام 2007، حيث تم بيعه أكثر من مرة بمبالغ طائلة وبشهادات منشأ مزورة، إلى أن تم شراءه عام 2014 من إحدى الأسر المسيحية بقصد عرضه في متحف الكتاب المقدس في واشنطن. بعدها وتحديدا في عام 2017 كشف أحد أمناء المتحف عن أن مستندات الشراء غير مكتملة، ليتم بعدها مصادرة القطعة من قبل الشرطة وبقرار فيدرالي والتمهيد لإعادتها إلى موطنها الأصلي العراق الذي تسلمه عن طريق سفارته في واشنطن بالتعاون مع اليونسكو والحكومة الأمريكية، وإيداعه لدى وزارة الثقافة العراقية لتكون هذه العملية واحدة من أهم العمليات لإعادة الآثار ومنع الاتجار غير المشروع بها حسب اتفاقية اليونسكو لعام 1970. حسين ياسين، الفرات. شكرا حسين ياسين على هذا التقرير. دكتور شاهدنا الوجوه، مو وجوهها اللي موجودين دائر مدار اللوح، اللوح لازم يرجع ورجعنا. نعم. شنو قصة إرجاعه إلى العراق؟ وإحنا عندنا قانون أنه الآثار المسروقة أنه الحق بها هو العراق، تعود إلى العراق مهما كان. بنفس الوقت هنالك كثير من الآثار
بعده مراجع العراق رغم وجود هذا القانون اللي احنا من حقنا نرجع آثارنا داخل العراق. حدثنا عن عودة اللوح، هذا اللوح ماذا يحمل من قصة وأهميته، والآثار اللي رافقتها القطع الأثرية اللي رجعت بعد ما هربت خارج العراق. يعني تقرير جيد، فيه معلومات مفيدة. راضي عني دكتور؟ أكيد. تقرير جيد وفيه تفاصيل جيدة. عموما الدول تنتظم اليوم بقانون، قانون هو تجريم الاتجار بالممتلكات الثقافية. والآثار هي من الممتلكات الثقافية، ولا سيما إذا كانت مسجلة وبها تفاصيل، يعني معلمة نقول نحن فيها علائم على أن هذه القطعة اليوم عراقية مصرية بلاد الشام. الفكرة أن هناك اتفاقيات ما بين الدول، هذه معلومة مفيدة للأعزاء اللي يتابعونا، أن هناك اتفاقيات ما بين الدول في هذا الموضوع، ولدينا اتفاقية احنا في العراق منذ 1970. نحن جزء من الشراكة الدولية في محاربة الاتجار بالممتلكات الثقافية وموضوع تهريب الآثار. يعني أنت في هذا البلد إذا وصلتك قطعة مهربة من نفترض من دولة أخرى بالضبط، فعليك أن تلقي القبض على يعني الجهة اللي سربتها أو جابتها أو سرقتها، وتتعامل مع الدولة الأم تسمى الوطن، وطن هذه القطعة، وطن من أجل إعادة هذه القطعة عن طريق مجموعة من البروتوكولات والتفاصيل في هذه القصة. فما وقع أنه هذه القطعة مهربة من بعد سرقتها أكثر من 3 عقود، يعني من 1991 فقدت القطعة وهي قطعة متحفية. الفكرة بالقطع المتحفية أنها داخلة على المتحف من ضمن خزائن المتحف العراقي وعليها رقم، وهي مصورة ومعروفة لدينا ومعروفة لدى العالم. يعني اليوم القطع المتحفية في كل العالم معروفة، صح؟ لديها رقم لديها رقم وتفاصيل، وإذا دخلت المتحف لا تخرج منه إلا ربما بهذه الطريقة المؤسفة من أنها تسرق. يعني ومن السهل أن تطلع قطعة من المتحف، تعرف اليوم حتى العارضات الموجودة يعني هي عارضات محمية ضد الكسر، صح، ولا تفتح إلا بطريقة خاصة، ولا يمكن تهريبها إلا يعني طرق من هذا النوع، أنه إذا كان هناك خلل في تغيير نظام مثلا يصير هناك مشكلة أمنية. بالنتيجة سرقت القطعة، وصلت إلى يعني أسرة أردنية كانت في لندن، مقيمة في لندن بالعام 2003. وتصور من 1991 إلى 2003 القطعة مختفية، لا يعرف عنها شيء. وصلت إلى بريطانيا، من بعد ذاك اشتراها أحد التجار، أوصلها بشكل سريع، طبعا أنا أتحدث الآن عن القصة، وصلها إلى الولايات المتحدة إلى سوق الفن، يسموه سوق الفن، المزادات اللي يصير بيه، اشتراها وأدخلها للولايات المتحدة بأوراق مزورة. فمشت على الجمارك عبرت القطعة. من بعد ذاك اشترتها أسرة، هذه الأسرة معنية بالنشاط الفني المسيحي، وكان هذا الهدف من عندها، أنها لديها يعني هذا المتحف، متحف الكتاب المقدس، ومن المؤمل أنه تضم هذه القطعة إلى المتحف. هذا المتحف، هذا الأمين أحد أمناء المكتبة شك في الموضوع، وبدأت التفاصيل تظهر شيئا فشيئا إلى أن ألقت الشرطة القبض على هذا الموضوع، يعني موضوع القطعة وتفاصيله، ووضعت يدها على القطعة. رفع الموضوع إلى المحكمة، وهناك كانت مدعية عامة، المدعية العامة طالبت بأن هذه القطعة قطعة عراقية. ومشهورة، وهي تمثل أقدم نص أدبي عرف في تاريخ البشرية، يعني مو قطعة عادية. فصدر قرار قضائي أمريكي فيدرالي، تولت هذا الموضوع وزارة العدل الأمريكية بمصادرة القطعة من بعد ما اشترتها الأسرة بمليون وبوينت يعني فاصلة 67 دولار. صادروها لأن القانون لا يحمي شخص يشتري قطعة من هذا النوع، وقد زورت الوثائق ما هو كله مزور فيعود إليه، فعليه صدرت القطعة. جهدنا كان واضحا على مستوى وزارة الثقافة العراقية، وزارة الخارجية مشكورة، ولا سيما سفارتنا في الولايات المتحدة، فضلا عن منظمة اليونسكو اللي كانت أيضا يعني تحركات واضحة كانت. كان الملف ملفا يعني حقيقة يعني ملف متألق للدبلوماسية العراقية، للثقافة العراقية، في أن تعمل من أجل استعادة هذا العدد من القطع الأثرية. نحن استعدنا أكثر من 17338 قطعة. حلم قلقامش هو يتوج هذه الإعادة، وهذا الرقم رقم كبير جدا. هناك قطع مهربة، فما أعيد هو
هذه القطعة اللي هي لها رقم متحفي ومسروقة من متحف وقطع أخرى منهوبة من الأرض العراقية بالنبش العشوائي. أي مصيرها وشنو عددها دكتور؟ أنا أسف على المقاطعة، شنو مصير؟ هم هناك تحركات راح نشاهدها واضحة وجادة أنه عادت إلى العراق الآن الموجود. وغيرها يعني ما خلاص؟ لا لا لا, لا موجود، لا لا الجهد موجود بالضبط بالدول. موجود عندنا رصد يومي، هذا الرصد اليومي يعمل دولي. نعم اليوم عندنا قسم خاص في الهيئة العامة للآثار والتراث اسمه قسم الاسترداد. هذا القسم يعمل دوليا مع مجموعة من المنظمات، مجموعة من المواقع، أي شيء يعرض اليوم في مزاد ما، في سوق ما، في بيع معين، فمعلومة تمر من هنا أو هناك، هذا القسم يعمل على رصد هذه التفاصيل، صورة معينة فيحللها بشكل سريع ويعني يرفع بها تقريرا معلومات إلى رئيس الهيئة، إلى الجهات ذات العلاقة، يقول هذه القطعة قد تكون عراقية أو نشك بأنها عراقية وعندنا معلومة أنها عراقية، فينظم لها ملف بشكل سريع وتبدأ الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة في تلك الدول، انتربول، الشرطة، الهيئات العامة للآثار والتراث في تلك البلدان، ونعلمهم بأن هذه القطعة قطعة عراقية، أما تكون مسروقة متحفيا أو تكون مهربة ولدينا ما يثبت أنها عراقية، ونعمل على استردادها. ونعمل على استردادها. زين دكتور أحمد، سمعنا أنه هنالك اتفاقات مع خبراء في متحف اللوفر لترميم بعض المخطوطات العراقية، سيتم التواصل معهم، أكو هكذا هذا ملف آخر، يعني ملف آخر بالضبط، ملف المخطوطات العراقية أنا اليوم على هذه الدائرة ونرجو أن نقدم فيها شيئا نافعا. يعني ملف المخطوطات العراقية اليوم لدينا اتفاقيات مع مجموعة من الدول ذات الاهتمام والخبرة العالية في هذا المجال، من ضمنها إيطاليا، من ضمنها فرنسا، من ضمنها تشيك، باكو، بعض الدول العربية. فقبل أسبوعين زارنا وفد من المكتبة الفرنسية الوطنية، يعني مو من اللوفر، من المكتبة الفرنسية، وأيضا هم مهتمين جدا بهذا الموضوع، ويعني أبدوا استعدادهم ورغبتهم للعمل معنا من أجل تقديم دورات في مجال الترميم والصيانة، ترميم المخطوطات، صيانتها، تأهيلها، ما نسميه بالحفظ الوقائي، لأن تعرفون أن المخطوطات صح عالم متكامل، نتحدث عن مخطوطات تمتد لأكثر من في عمرها يعني أكثر من 1300 عام، فلابد من أن نعتني بها ونصونها، وهذا ما نعمل عليه اليوم بكوادرنا الموجودين من موظفين في دار المخطوطات العراقية، فضلا عن يعني التعاون مع منظمات ومراكز ومؤسسات متخصصة. جيد. هنالك مواقع أثرية دكتور أحمد دخلت إلى لائحة التراث العالمي، وأسمعنا أنه ممكن اليوم تخرج هذه، يعني مهددة أنه تخرج هذه المواقع من هذه اللائحة. فعلا أكو هيك شيء؟ يعني اللي يدخل ممكن تخرج من هذه اللائحة، اللي يدخل إلى هذه اللائحة، لو خلاص اللي يدخل إذا لائحة التراث العالمي ما من الممكن أنه يخرج؟ لا لا، المفترض أن المواقع التي تدخل في لائحة التراث العالمي المفترض أنها يعني باقية تبقى في هذه اللائحة. جيد. ولكن المهم هو العناية بهذه المواقع. يعني نحن إنما يرتب ملف متكامل لإقناع الجهات الدولية، تعرف هذا تصويت ودول، وكل دولة أحيانا لديها موقع تريد أن تدخل هذا الموقع في لائحة التراث، فالموضوع مو سهل اليوم أنك اليوم تختار موقع نفترض بالعراق وترفع الملف وتقنع كل الدول الأعضاء بأن هذا الموقع هو موقع يحتاج إلى أن يدخل في لائحة التراث، والفكرة إدخاله هو أولا أن تحافظ على الموقع، هاي النقطة الأساسية، وأن تعزز من أهميته ومن توفير الحماية له، الأساس أنك تريد أن تحمي هذا الموقع حتى لا يتعرض إلى أي يعني مشكلة على المستوى المستقبل. تعرف بعض المواقع تتعرض إلى قصف، إلى تهديد أمني، إلى سرقة، كما حدث في الموصل وغيرها. نعم بالضبط. فإذا دخلت هذه المواقع في لائحة التراث العالمي يكون هناك أكبر. مسؤولية أكبر، ويكون هناك اتفاق دولي على حمايتها، هذا موضوع حساس. يعني الدول مسؤولة عن حماية هذه المواقع من هذا النوع، باعتبار أن الدول كلها تعترف وتؤيد وتصادق وتتفق على أن بالضبط وتصوت أن هذا الموقع أو هذا المكان إنما هو موضع عالمي، يعني لا يرتبط بهذه الدولة فقط، إنما هو شأن عالمي. فالفكرة لائحة التراث
توفر هذه الخصوصية لبعض المواقع. المهم أن البلدان أيضا اللي عندها مثل هذه المواقع أن تعتني بها، وأن تكون هذه المواقع هي مصدر جذب. عندنا اليوم الأهوار العراقية بكل تاريخها وجمالها وعنفوانها وذاكرتها التاريخية المهمة، هي من المواقع الداخلة في لائحة التراث. ويعني عندما دخلت في لائحة التراث تجد هناك التفات دولي لهذا الموقع، الناس بدأت ترغب في الوصول إلى الأهوار وأن يرتب موضوع السياحة في الأهوار ويعتنى بهذه المنطقة. جيد أستاذ أحمد، آسف على المقاطعة، ذكرت موضوع السياحة. اليوم أكو خطط سياحية لاستثمار أكبر عدد ممكن من المناطق الأثرية وتحويلها إلى مرافق سياحية موجودة داير مداير هذه الأماكن، مثل القصر الملكي اليوم اكتشفنا، طاق كسرى مثلا اليوم هل من الممكن راح نشاهد ملامح سياحية تحيط بالمكان، مثل الأهوار مثلا هل هي مهيئة؟ أكو خطط سياحية خاصة بهذه المواقع؟ حقيقة المواقع الأثرية تعرفون أنه في الغالب هي مواقع بعيدة عن المدن، يعني لا يمكن للسائح الآثاري اللي يحب يوصل إلى موقع أثري أن يقيم عند الموقع. نعم يمكن تنظيم هذه الجولات السياحية، الوصول إلى المواقع، الاطلاع عليها، التقاط الصور، يعني هذه التفاصيل اللي موجودة في العالم، يعني مثل المتاحف. فالفكرة نحن اليوم على أتم الاستعداد، ولدينا هيئة السياحة أيضا هي جزء من يعني وزارة الثقافة والسياحة والآثار. هيئة السياحة اليوم تهيئت كل التفاصيل اللي تخص وصول يعني السائحين إلى هذه المواقع بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار والتراث ومع الجهات الأمنية ذات العلاقة. لكن الحقيقة موضوع جائحة كورونا أثر علينا كثيرا، يعني العراق وكل الدول في موضوع وصول السائحين، النقل، السفر، الإجراءات. وإلا بعد زيارة قداسة البابا إلى الناصرية إلى أور هناك التفات دولي من كل أنحاء العالم إلى هذه المنطقة. كثير من العالم لا يعرف هذه المنطقة، نحن نعرفها، يعني نعتبرها هي جزء أساس من حضارتنا من تاريخنا. من بعد ما وصلها البابا وصار هذا الحديث العالمي عنها في المواقع، في القنوات، في وسائل التواصل، بدأت الرغبة موجودة اليوم في الوصول إليها. وأقولها اليوم يعني أنه لمن لا يدري، يعني اليوم لدينا وفود سياحية تصل إلى المتحف العراقي، ويكاد المتحف يعني لا يخلو يوم إلا وفيه وفد سياحي، سفراء دول، بعثات أجنبية تصل شيء إلى مفرح بغداد. هذا مثلما يصلون إلى أور وغير أور، ونحن هيئنا في الوزارة حقيقة يعني الموقع بمستوى مقبول من ممرات، من أرصفة، من ترتيب مجال يعني مقاعد للجلوس، بعض الخدمات اللي تقدم على المستوى الصحي. نعم جيد. أستاذ أحمد سؤال بشقين، يعني طيب حلنا داهمنا الوقت، اليوم افتتاح معرض الكتاب، شلون تشوف أهمية هكذا مبادرة وجهود شبابية موجودة فاعلة في القراءة والتبضع لهكذا مواضيع؟ الشطر الثاني أنه أنت شاعر، فربطت بالمعرض الكتاب، أريد أن نسمع شيء بالجزء الثاني من السؤال، قصيدة كما يحلو لك. الله يبارك فيكم. حقيقة أنا شخصيا أتحدث عن رأيي كمتابع جزء من الوسط الثقافي، أن اليوم هذا العام يمكن أن نسميه عام الكتاب في العراق رغم مشاكل الجائحة، ويعني الحركة الثقافية في العراق كانت على مستوى عالي في مجال الكتاب وطباعة الكتاب. لدينا في دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة هناك سلسلة تطبع اليوم، وهي من أهم يعني السلاسل الثقافية لمئوية ذكرى تأسيس الدولة العراقية، طبعت لكبار الكتاب والمؤلفين في العراق وخارج العراق، فضلا عن مجموعة أيضا من الكتب الثقافية المهمة جدا على مستوى الترجمة. عادت دار المأمون إلى حيويتها، إلى نشاطها، وقدمت نتاجا متميزا. المعارض اليوم من معرض بغداد إلى معرض بغداد مرة أخرى، إلى معرض الكتاب في النجف الأشرف قبل مدة، إلى معرض الكتاب في البصرة، واليوم نعود إلى بغداد. هذه المعارض اللي هي معارض دولية بمستوى حضور دور النشر من العراق وخارج العراق، جيد حضور الناس، وهذه يعني إشارة مهمة أن من يحضر المعرض سيجد حضورا
مميزا للأهالي، للأسر، للأبناء، للبنات، للشخصيات، في أنهم يلتقون، في أنهم يتحدثون، يختارون كتاب. دور النشر الخاصة بالأطفال، عشرات دور النشر الخاصة بالأطفال، أولادنا صغارنا يحضرون يشترون. مراسم توقيع نشاهد أيضا، مراسم توقيع لمؤلفين، لشعراء، لأدباء، لمسرحيين، لشخصيات ثقافية تأتي من خارج. هذه الحقيقة، هذا يعني هذه نسميها احنا الفعاليات الثقافية، التظاهرات الثقافية مهمة جدا في داخل البلدان، هي مؤشر عافية إن شاء الله لسلامة وطننا وسلامة أهلنا إن شاء الله. الشق الثاني نسيته والله، الشق الثاني لا تريد تربنا، لا لا أبدا، أنت يعني فاجأتني حقيقة، أنا ما مهيئ أي شيء فكرة حتى نغير المزاج، حتى يكون أكثر من مزاج موجود في الحلقة. أكثر من مزاج موجود في الحلقة، يعني يعني أذكر أبيات بشكل سريع، أقول سأراك يذكرك السؤال إذا نما، وتفوح أزهار السكوت تكلما، أبصرت في وضح الدماء حدائقا، وغرست صدر الشوك رمحا من عمى، ومسحت دمع الغيم كفك ضامئ، ووقفت في يوم عطاش زمزم، وصبرت قلبك كالسماء بليلها جذع من البلوى يساقط أنجما، عجبا يحاصرك الشقاء قوافلا، وأراك في ذاك الرحيل منعما. الله أجدت، حياكم سنت وجدت. أستاذ الدكتور أحمد العلياوي، متحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وكذلك مدير عام دار المخطوطات العراقية، كنت ضيفا جميلا جدا. شكرا. كانت هناك مشاهد مسرحية لم يكن لقاء فحسب. سليم. شكرا لتواجدك داخل الأستوديو العاشرة صباحا، أتمنى لك التوفيق، وأكيد لنا لقاءات أخرى لكي نتكلم عن عراقنا الحبيب وآثاره. شكرا، شكرا جزيلا لك وللفرات، حياك الله. مشاهدينا الكرام، مستمرين بفقراتنا المتنوعة، أكيد على الغزي دائما متواجد بداخل حلقاتنا. اليوم على الغزي خلي نشوفه وين موجود، بأي منطقة، وشن هي القصة اللي يحملها، اللي يريد يقراها إنه ويريد يتجول داخل هذه الأسواق التجارية. خليكم ويانا، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. طبعا متابعين، اليوم راح يكون عندنا فلوق جديد، راح نروح المكان ايضا، خليكم ويانا راح تتابعون هواي تفاصيل حلوه. هسه احنا وصلنا لساحة الطيران، هذه الساحة النشطة بالبسطيات وبالسيارات، حتى وقت الجمعة تلقاها مزدحمة. منطقة الطيران اللي تعتبر سنتر لكثير من خطوط النقل المناطق بغداد. هسه راح نسوي لقاءات ويا الناس، وراح نشوفكم الجو اللي هنا، جو سوق البالة وكل التفاصيل الموجودة، خليكم هنا. شوفون هذه الأحذية اللي موجودة هنا كلها من مناشي وماركات عالمية، تجي الناس هنا تشتريها على اعتبار أولاً أسعارها رخيصة، وثانياً هي من ماركات عالمية، يعني تقاوم الظروف اللي موجودة خصوصاً عندنا بالعراق. طبعاً أنا دائماً أجي هنا، دائماً أجي أجي قطع، أخذ قطع مميزة هنا. دائماً تجي هنا؟ دائماً ترجي هنا، كل جمعة أجي هنا. كل جمعة تشتري ملابس رياضية؟ شنو؟ أنا أحب الرياضة. شنو اللي هو؟ رياضي يعني. اللي تهوى الرياضة. الرياضة. إيه
الاسعار هنا شلون؟ رخيصه زينه يعني 25 30 10 5 بس قطعه مميز مميز هنا جو كله اوروبي اوروبي كل القطع الجديده يعني اذا تجيني هاب هنا صور لي ترى هاي قطعه جديده يعني ما كانها باله واغلبها هي الماني يعني من ماركات اوروبيه موجوده واسعارها ذكر انه اسعار تتراوح بين 25 الى 20 15 اللي برا يكون ارخص يعني اكثر شيء مرغوب شنو؟ اكيد الفيتنام الاندونيسي اكثر شوي اكيد غالي يعني يصير غالي هنا انت بيش تاخذ هالقطعه وايش قد تحملها؟ يعني اكثر شيء اخذ 15000 ما احمل عليها هواي الله يرزقك ما الله يرزقك مشروع حلو انه اني اجي للباله واخذ قطع اني اشكرك خليك تشوف وضعك انه انا اجي للباله واختار قطعه من هنا اشتري هذه القطعه واعدي محل مثلا بمنطقتي ماكو باله اروح اعرضها على بانه هذه باله اوروبيه وابيعها مشروع حلو ممكن انه هواي شباب يتجهون اليه ومصدر رزق لهم الله يرزقهم شو تريدون هنا موجود موجود كل شيء موجود والوان واشكال يعني هسه هذا الجديد اقل شيء ب 20000 اذا اقل شيء اذا اريد يعامل وهو اصلي هذا فيتنامي ب 5000 الله يرزقك يا ابو هنا هو بيع الملابس الملابس الشتائية على اعتبارها احنا فصل شتاء فاغلب الملابس اللي موجودة هنا ملابس شتائية واسعارهم بدي يصيح بثلاثة اكو بخمسة قماصو اكو بالي تحتاجون واكو بالي 500 كل شيء موجود يعني فهنا هذا الملابس هاي السويترات هاي السويترات هسه لنا على 3000 شوفوا هاي على 3 شلونك يابا شلون صحه شلون الشغل زين الله يرزقك ان شاء الله ليش نجي نشتري من الباله ملابس حلوه حلوه وماركات اي ماركات ورخيصه عده ما عده فلوس يجي يشتري منها صحيح والله واكو ماركات حلوه اي ماركات اصليه صحيح اكو قطع مميزه ايه صحيح. يعني الشيء اللي تلبسه من الباله ما حد لابسه ما حد لابسه ايه صحيح هذا الشيء هم مميز اي مميز صحيح حبيبي شكرا حبيبي يعني اللي حلو هنا اذا تشتري لك قطعه مميزه راح تكون مميز ما موجوده فالاسعار كلها زينه هنا اتمنى تجون تزورون هذا المكان الى كل اللي يجون البغداد اهل بغداد دائما يجون اوقات الجمعه وصلنا لختام هذا الفلوق القصير اللي حاولنا نسلط الضوء لو بجزء بسيط على سوق الباله قبل تحياتي وتحياتي هاب نشوفكم بفلوق ثاني الى اللقاء رجعنا بعد ما شاهدنا فلوق لعلي الغزي حلو هذا اللون علي الغزي كثرنا من هذه الفلوقات جميلة جدا هذه الحياتية اللي موجودة بهذا الفلوق جولة ممتعة أكيد مع ناسنا الطيبين اللي موجودين في باب الشرجي وأكو أجمل من بالة من باب الشرجي والمصور يأشر على الكوت مالته من باب الشرجي أكيد يعني وكل إحنا نلبس من هذه الأماكن جميلة جدا وأكيد أصلية يعني الأحذية هناك كلش أصلية تكرمون إذا نرجع بفقرات المتنوعة أكيد كل حلقة ما تخلو من الموهبة الموهبة الشابة اليوم عندنا فلة فلاح الربيعي أكيد كاتبة وصحفية صباح الخير صباح النور شلونك الحمد لله انت الحمد لله الله يخليك من بغداد انتو من بغداد من يا منطقة من بلديات من البلديات شنو دراستك اليوم فلة دراستي خريجة إعدادية ويعني بالي اكمل ان شاء الله مع حد فنون جميله اها ان شاء الله شلون فكرت اليوم تكتبين اول تجربه لك بالكتابه شو اللي كنت تكتبين كانت خيالي يعني بدايه خيال اها او موقف صار وياي فبديت اكتب اها تكتبين على المسوده ورق يعني شنو نثر كان لو قصه لو لا نص أها. بس نص كلش حزين كان كلش حزين أيه. وبعدها حزين له يعني تغيرت لا الحمد لله تغيرت زين وراها شلون بعدين تعلمتي طرق الكتابه طرق يعني شلون يكتبون قصه مين اجت هاي المعلومات احنا يعني صارت عندنا مجموعه ولد وبنات محافظات وصارت عندنا دروس فتعلمنا من هذا الاشياء يعني اخذنا دروس على الادب وين اخذتي دروس على شو اسمه دي يعني على التلي وعلى انستا على الانترنت وعلى الانستا زين اول كتاب صدر لك رسمي يعني كاف دفاتر وهيك وعلى الحيطان بعد راح هذا الموضوع صار احنا وصلنا رسمي شنو كتبتي اول شيء اول كتاب كان الي بين اوراق الكتب من اعدادات زميلتي هاله رائد وثاني كتاب من مخيله محتل وثالث كتاب قصص قصص ايه
زين اول روايه شنو بين اوراق الكتب؟ اي شنو بين اوراق كانت الكتاب كان نصوص وخواطر. نصوص وخواطر. ها نثر يعني؟ اي وخواطر، والكتاب الثاني شنو؟ هم نصوص وخواطر. والكتاب الثالث؟ لا قصص. ها قصص. ها قصص. قصص قصيرة بس قصص. اي جيد. اليوم مين تجيش هذه القصص؟ هي ايضا خيالية لو ايضا سمعين يعني مواقف اصدقائك صديقاتك اهلك ناسك القريبين حسب الشخص يعني اذا كان إلي بال يعني خيال او شيء يكتب على الخيال، اذا كان إلى موقف اها يكتب. مواهب تحلم هذه هذا بالجريدة اللي شاهدناه. اي صح. شنو هذا اول كتاب كان إلي بالجريدة اللي شفناه؟ مقالي عن أجيال بيت العود، أطفال بيت العود عمرهم 9 سنين وهم يعزفون عود. صح. وأنت كتبتي هذا المقال؟ كتبت الأجيال، نزل في جريدة الزمان. جيد. هذا شنو بين أوراق الكتب؟ الكتب. جميل جدا. موجود هذا الكتاب؟ موجود هذا الكتاب. يباع يعني اليوم؟ ووصل يعني معرض بغداد الدولي العام. جيد. زين أنا اللي أدري بين أوراق الكتب الورد دائما نخليه بين أوراق الكتب، انت ليش اختارتي هذا العنوان؟ يعني شنو بين اوراق هو العنوان يعني مو مني يعني صديقتي زميلتي هلا رائد هي كانت سبب العنوان. قفلت على هذا العنوان يعني ما قبلت. انت ما راضيه الموضوع لان هلا قالت هذا العنوان فانت كتبتي هذا العنوان. لا هلا بعد. جيد. اليوم كلش قد تكتبين يعني في بالك انه الكاتب اليوم ضروره اليوم يوميه يكتبي مر نفسه على الكتابه لو من الطخ براسه يجي يكتب الاشياء لو دائما في ديمومه في تمرين للكتابه والخيال والتفكر حسب الشخص اذا كان مثلا مرتاح او اكو يعني اشخاص مرتاحين يكتبون صح اكو اشخاص لا حزنين يكتبون هسه انا يعني بالنسبه يعني. لي انا من احزن اكتب حلو. من تحزنين؟ اي من احزن يعني هاي اكيد دعوه لاهلك لا يطوش مجال لازم حزن بحزن حتى تطلع لنا اشياء حلوه لا يعني مو شرط انه اليوم اكو ناس مرتاحه بس تكتب حلو يعني اي صح صح بس الحزن صح مرات يعني يضيف جماليه للموضوع صح. بس شو يعني احنا الله يديم الفرح علينا يعني فما احنا ننظر نتمنى الحزن حتى نكتب حلو ما نريد نكتب عم بس اهم شيء نعيش مرتاحين. اليوم الداعم الحقيقي لفله ماما ها؟ ماما ماما اي لان هي هم تكتب له فقط دعم لا بال لا يعني هي الداعم الي هي سندي اها يعني اخواني هم سند الي اخواتي واصدقائي. زين اليوم افتتاح المعرض الكتاب الدولي في بغداد اكيد راح تحضري ان شاء الله باعتبارك انه انت في هذا الجو اول كتاب راح ترحين تشتريه او ترحين تقريه وين مهتمه وين المنطقه اللي اليوم نشاهد فله بيها؟ هو اول شيء يعني الادب غير يعني احنا ادبيين ككاتبين على الثقافه على القصص على الروايات هو صغير يعني الجزء ربما المكان اصغر من احتواء الناس بيها لكن راح يكفي الناس الواعيه اللي تجي تتبضع هذه الكتب. زين انتوا راح نلقاك وين موجوده باي كتب باي عناوين راح ان شاء الله انه يعني فكره انا وزميلتي هاله رائد بمشروع جديد كتاب يعني ما مطروق يعني بس خواطر ان شاء الله نبدا به على سنة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق يعني التوفيق اليوم إن شاء الله. فلة من سبب تسميتك بفلة بابا ما هو فلة فلاح أكو فاء هواي بالموضوع. زين اليوم الكاتب شو ممكن اليوم يطور الحبكة مالته شلون ممكن يطور خياله بالموضوع يسمع هواي لو يقرأ هواي أكو كتب اليوم ينصحون بيها دول يعني الكتاب الكبار أنه الشباب التجارب هواي التجاربهم مو هواي العفو أنه يقرون مثل هكذا كتب شلون ممكن الإنسان يطور نفسه بالحبكة والخيال؟ صح كل يعني كل كاتب إلى شيء يعني يقدر يوصل له أو يعرف شلون يسند نفسه يعني أكو كتاب يعرفون يقرون هواي يعني يطلع منه بدا. أنا متأكد أنا متأكد اليوم أنه كل كاتب في حال قرأ أكثر راح يتطور أكثر صح صح, صح. وأنت شنو يعني أنت دا تقرين يوم اليوم يعني. عندك جدول بهذا الموضوع أي. يوم عندك مكتبة خاصة بالبيت هو عندي مكتبة مسوية شنو بيها من كتب كل الكتب روايات قصص اشعار ادبيه جيد
جيد. اليوم في الفلاح احنا نتشرف بيك بوجودك. الي الشرف. واكيد شكرا على هاي الدعوه، شكرا للاستاذ عبد الله الداعم لهالمواهب الحلوه. نشكر لك استاذ، تحياتي لك استاذ عبد الله، وكذلك نشكر كل المشاهدين على هذه الدقائق اللي تقضوها ويانا بمواضيعنا المتنوعة والمتعددة. شكرا لشف الله لكم، شكرا لوجودك بالعشرة صباحا. شكراً. هذه انتهت حلقتنا مشاهدينا الكرام، كانت حلقة مليئة بالوطنية والعراقية الجميلة اللي كانت هوية تنطبع على كل جدران العالم، أننا ننتمي إلى هذا الوطن الذي يحمل بين طياته الكثير من القطع الأثرية والحضارية. يا رب تعود كل قطعة أثرية كانت خارج العراق تعود إلى حضن العراق، ونتمنى من الجهات الرقابية والحكومية الاهتمام بهذه المرافق المهمة. إذن لقاؤنا يتجدد بمواضيعنا المتنوعة من العشرة صباحا، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي في أمان الله.